السلام عليكم تلاميذي الأعزاء، إن شاء الله تكونوا بخير. كما تعلموا أنه غدا الأحد أو أسبوع، هذا أسبوع اختبارات. نتمنى للجميع التوفيق، لكن حبيت نقدم لكم بعض النصائح. أنه هذا الفصل أغلب الثانويات راهم في الديناميك الحرارية، وكاين اللي يكملوا الديناميك الحراري. وش معناه؟ معناها الموضوع تاع هندسة الطرائق بالأخص نتكلم عليه، أنه راح يكون فيه تمارين شاملة، كيمياء عضوية، كيمياء حيوية، والديناميكا الحرارية. إذا ما جربتوش رواحكم وامتحنتوش أنفسكم في هذا الاختبار، أو ما تعودتوش على أجواء الامتحانات والاختبارات، وكتاش تجربوا رواحكم حتى البكالوريا، إذن ما تأجلوش العمل تاعكم، جربوا أنفسكم، صحوا الأخطاء تاعكم. مدة 3 أشهر الناس هذه عاودت فيها. الناس كاين اللي راهم يقول لك باللي بديت العام اللي فات في هذا الوقت، ونعم كاين اللي بداو ونجحوا على هذا الشيء. ما توقفوش النجاح تاعكم في هذه الفترة، ما تقولوش باللي احنا ما راح الباك وكذا، لا، كاين ناس بدأت في مارس وحطت راسها وتعبت وصهرت ووصلت للنجاح نتاعها. إذا انتم ثاني جربوا رواحكم في الاختبارات، والناس اللي راهي قالت باللي راح العام راح الباك راهي غلطة في حساباتها. عاودوا وراجعوا حساباتكم، الباك مازال ما راحش، والشعار تاعنا مازال ما راحش الباك، والعلامة الكاملة بإذن الله الرحمن. إذا جربوا رواحكم وربي يوفقكم إن شاء الله في امتحانات هذا الفصل. بالتوفيق إن شاء الله، ونتلاقوا إن شاء الله بعد الاختبارات. سلام.